حلقتنا النهاردة محدش يقدر يقول إنه ما بيحبهاش. نتكلم عن مقاييس الجمال. واخد من الدنيا النصين مش بس النص. جميلات السينما العالمية. راكل ويلش، صافيا لورن، غادة عادل. ايه الموضة دلوقتي في الجمال؟ احنا عندنا لازم ننزل بعشرة اكستنشن الصبح. الجميلة الثالثة. يا 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 احلى ست في العالم. اي دور تحطيها فيه يجي لابسها. اغاني ميادة الحناوي. ويا دلع يا دلع الدلع. ولو ولو تعشب شاي الجمعة الساعة 9 مساء فقط على DMC.